لا اصل انتوا عملتوا، لا اصل احنا عملنا. الحقيقه لا، هل المفروض ده اصل احنا ما حصلناش واحنا عندنا عاصمه واحنا عندنا كذا؟ الحقيقه لا، في كارثه حقيقيه بتعاني منها تركيا، بتعاني منها سوريا بشكل كبير، اعداد كبيره من القتلى والمصابين في مناطق باكملها سقطت وانهارت وتدمرت. فواجب الوقت الآن هو الدعاء لأهلنا في تركيا، الدعاء لأهلنا في سوريا. من يستطيع التبرع بالمال فليفعل، من يستطيع أن ينشر عنهم بلغات العالم، بالتركية، بالعربية، بالإنجليزية، بأي لغة تجدها فليفعل، فليكتب عنهم وليدعو لهم وليدعمهم ولينشر قضيتهم. من يعرف منهم أحد فليتصل به، اتصلوا بالناس اللي تعرفوهم، أصحابكم في تركيا أو في سوريا، كلموهم وشدوا على ايديهم وطمنوهم وحاولوا ان انتوا تكونوا موجودين معاهم، لان الحقيقه المصاب كبير جدا كما قال الرئيس التركي. خليني انقل المشهد الى ضيفي عبر سكايب من تركيا، الدكتور ياسين أقطاي، مستشار رئيس حزب العداله والتنميه التركي. دكتور ياسين، اهلا بك معنا. وفي البداية قبل أي سؤال، عزاؤنا لكم وللشعب التركي في هذا المصاب الجلل، وكل الدعم والتضامن معكم في مواجهة هذه الكارثة. ودعني أبدأ بسؤال، يعني على المستوى الرسمي كيف تقيمون الوضع الآن؟ طبعا الوضع الآن وصل للأسف عدد الضحايا إلى أكثر من 3500، يعني هذا هو عدد طبعا كان متوقع، يعني حسب هذا الحجم الكارثة، في هذا حجم الكارثة هي شيء غير مسبوقة منذ 100 سنة في تركيا. يعني حتى نقول 100 سنة قد تكون أكثر من 100 سنة في مثل هذا الكوارث، يأتي في أكثر من 100 سنة تكرر في تاريخ أي بلدة. وتركيا طبعا هي من بلاد الكوارث ومن بلاد الزلزال، يعني لو يحصى او يقسم بعض او يصنف الاراضي العالم في العالم من ناحيه الزلزال، هي من اهم من 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 اول خمسه بلدان التي تعتبر بلدان الزلزال. ولكن يعني حجم هذا هو شيء غير مسبوق، يعني في تاريخ تركيا في 1939 كان من هذا النوع الزلزال الذي وصل عدد الضحايا الى 35,000، وكان جدا يعني كان شده وحده الزلزال كان عنيف. وهذا طبعا من هذه الناحيه، كما نتذكر الزلزال 99 في 17 اغسطس كان تأثيره أيضا كان كبير، وكان الزلزال 7.4 شدته هدته، ولكن هذا الزلزال تأثيره وامتداد إلى الساحة الكبيرة إلى 10 مدن، من بينهما 5 كانوا من المدن الكبرى التركية، من غازي عنتب وديربكر ومالطيا وقهرمان مرش. كل هؤلاء المدن وأضيامان، يعني كل هؤلاء المدن من المدن الكبرى في تركيا، والأضنة كل المدن الكبرى، وهؤلاء مع كل هذه المدن لهم أرياف ولهم مقاطعات، وكل المقاطعات وكل الأرياف هذه الشيء متأثرة جدا من هذا. ولكن مع ذلك يعني الحمد لله في تركيا في المؤسسة الكوارث والطوارئ، يعني منظمة الطوارئ والكوارث كان لها تجربة في الداخل وفي الخارج منذ 20 سنة لا يقل عن 20 أو 25 سنة، التي تعتبر اسمها أفات. أفات هي التي تنسق المساعدات، وتحت رعاية أفات الآن منظمات المجتمع المدنية والمساعدات الدولية التي يعني يأتوا إلى تركيا كلهم تحت تنسيق الأفات. الآن أفات تنسق وتجيش وتجند كل الموظفين الاخرى، موظفين المؤسسات الاخرى في داخل. طيب دكتور ياسين، الرئيس اردوغان اعلن عن 100 مليار ليره كدعم واعلان حاله الطوارئ 3 أشهر، ووصف هذه المناطق بالمناطق المنكوبه. ما هي اولويات الحركه على الارض الان للحكومه التركيه في مواجهه هذه الازمه؟
طبعا اول شيء هو نحن في ايام الشتاء، يعني احتضان للمساكن، توفير المساكن للذين انقذوا، للذين هم في الحياه، في قيد الحياه الان، يحتاجوا الى، لان لا يستطيعوا ان يدخلوا الى مساكنهم، ولهذا يحتاجوا الى ملجأ، ملاجئ. وهذه الملاجئ ستتوفر من قبل الحكومه، والحكومه هي لها خبره في هذا الشان، يعني الذي وفرت لاكثر من 3 مليون او 4 مليون لاجئ سوري. قد تكون هذه التجربه لتركيا الان شيء مشكوره، لان هذه التجربه الان تعد المؤسسات التركيه للمساعدات الانسانيه لاهلها. وطبعا اهم شيء هذا، ولكن في المرحله الثانيه وفي المرحله الطويل، يعني في المدى البعيد، سيوفر لكل من اصيب ومن من اضطر من هذا الزلزال مساكن، يعني سيبنى لهم مساكن كما بني مساكن لمن تاثر من الزلزال في وان في 2011، وفي افيون دينار، وفي العزيز، وفي مالاتيا السابق، وفي حتى في ازمير كان زلزالات سابقا، وفي كل هؤلاء الزلزالات بني لهم في مدى قريب جدا، يعني اقل من سنه تم تسليم المساكن لكل من تاثر من الزلزال، حتى ليس من الزلزال فقط. يعني الان تركيا لها خبرات، ومؤسسة الطوارئ والطوارئ والكوارث لها خبرة في كل الكوارث من نوع الزلزال أو السيول أو الحراق، كما شاهدناها في السنة الماضية في تركيا. يعني تركيا هي توفر مثل هذا المساعدات، وإن شاء الله الشعب التركي سيعالج نفسه سيعالج كل الجرحات نعم نتمنى ذلك دكتور. ولكن ماذا عن الجانب السوري؟ هل هناك دور للحكومة التركية إزاء المناطق السورية المنكوبة؟ نعم، يعني في أنا أسمع كل شخصيا، أنا مرتبط مع منطقة السورية، وفي هناك في للأسف يعني الحلب هي الآن تحت سيطرة النظام. هناك في جدا تأثرت من هذه الكارثة، ولكن في إدلب وفي المناطق التي حررت من قبل تركيا توفر لهم أيضا بعض المساعدات، ولكن للأسف يعني تحتاج الآن مساعدات من الخارج أيضا، لأن الحجم والمساحة الكبيرة في تركيا تصعب للإيصال بعض المساعدات من سبب الطرق البرية وأيام الشتاء. يعني أيام الشتاء يصعب كثير من توفير بعض المساعدات لتلك الناس. ولكن من ناحية أخرى طبعا المؤسسات والمجتمع المدني في تركيا أقوياء، والذين يعني طبعا دائما يحصوا سوريا أيضا في حسابهم، يعني لا ينسوا سوريا من المساعدات. نعم. ونرى إيصال هذه المساعدات. طيب سؤالي مركز الآن. سؤالي الأخير دكتور، ما الذي تريده تركيا الآن من العالم، سواء العالم العربي أو المجتمع الدولي؟ والله يعني هذه طبعا لا أقول، يعني نحن لسنا غنيين عن كل عن عن عن, عن المساعدات، يعني كل المساعدات يرحب وكل مرحوبة، ونطلب من كل العالم، كل من يقدر، لا سيما للسورية، يعني السوريين لهم أكثر يحتاجوا تلك المساعدات، لأن تركيا الآن هي مشغولة مشتغلة بنفسها، وهي أيضا يعني تركيا أيضا تحتاج من كل نوع المساعدات. طبعا لا نكون مستغنين عن كل أي تقديم مساعدة أو تقديم أي دعم من الخارج، نقول له أهلا وسهلا ونشكر له، نكون مشكورا إن شاء الله. نعم أشكرك شكرا جزيلا من تركيا دكتور ياسين أقطاي، مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية.